السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وفي احسن الاحوال. تحتنا الجاليه داخل الوطن وخارج الوطن، مرحبا بكم معنا في هذه المفاجاه اللي صراحه المفاجاه اللي واعره وغادي تصدموا لهذه المفاجاه هذه. كما كتشوفوا معنا هذه الغزاله هذه تبارك الله، اللهم بارك. شوفوا الحديد ما شاء الله، اكيد عاد تكونوا كتسالوا كاملين لمن علي هذه الهديه. هذه الهديه مولاها غير تصدم، ما غتتوقعوش اللي من هذه الهديه هذه. ولكن قبل ما نزيدو نهضروا معكم غنخليكم تكتشفوا معنا الفورس فاجن ديالنا الجميله الالمان. الله يعمر له الدار، الحديد الالمان غاني عن التعريف، انتم عارفين. وخليكم مع الدراري عاوتاني يهضروا معكم. السلام عليكم المشاهدين، في داري لاباس عليكم بخير، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. كما تشوفوا الصحابي جابوا الطوطور، الصحابي جابوا حط الطوموبيل، ما عرفناش احنا تقريبا عارفين، ولكن عارفين ما عارفين ياه. ما بينوبي. عرفتي علاش عاملين هذا الميكرو هذا؟ دابا كاين واحد الريح ولا صورنا غير بالتليفون بلا ميكرو غيجيكم الريح، ولكن احنا فضلنا نصوروا باش غيجيكم الصوت يعني صافي، حتى انتم تسمعوا مزيان وتكونوا مرتاحين، ما يجيكمش هذيك تشررت في الصوت. ايوا كما قلنا لكم لاباس عليكم بعدا مزيان محمد يضحك. كما تشوفوا عود الحديد والله الا سعدات، وهذا اللي بيركب على الحديد زعما شبون نقول، الله ما شاء الله تبارك الله الحديد واعر. الفولكس فاجن كما قال لكم المانيا، المهم الله يدخل على مولاها والتيسير والسلامه وبصحته، الله يجيب له التيسير يستاهل له. امين. اي والله اي حاجه تجي من عند عمي كامل مخيز كل شيء. عمي كل شيء ربح. لا شوف، هو سبحان الله كيمشي للحاجه اللي مزيانه، غيمشي للراس ويمشي للحاجه اللي مزيانه. اي حاجه يشريها سواء في الحديد سواء في اي حاجه كيعجبو مليح. ايوا سعدات ولا سعدات، هذه اللي بدي هذا البركات، مبروك البركات، هذا اللي بديها بصحه والراحه قبل مسبقا. هادشي اللي كان الجائزه بصحته، هادشي اللي كان. شوف واحد الميساج لهذا اللي بيديها، كنقول لكم خايله بقى عطوني عصفور ندير شي حاجه هيك. شكون ما داها سيد ويراش. الحمد لله كل شيء ديالنا عندنا عمي، الحمد لله كل شيء ديالنا ما يزول لنا حتى حاجه. هذا الطوموبيل ديالو الكبيرة سواء شي حاجه اي حاجه والله الا قلنا كل شيء ديالكم هاك سير الله الا. ايوا اش اللي كاين؟ الطوموبيل ديما الحاجه ديالو ماشي ديالو. انتم اللي عرفوني انا الطوموبيل ديالي ملي كنكون عي واقفه كنقول بغيتو تسافروا ها الطوموبيل قولوها لي السوالف. الله يعاون. ايوا اش اللي كاين؟ مكن الميكرو للمتسابق. بسم الله السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس بخير، صحه لاباس، كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير وكل شيء يكون في احسن الاحوال. دابا الهديه اللي جاب عمي اللي عايديها ان شاء الله، الله يدخل على هذه. ماشي هذه، هذه زعما شي حاجه في المستوى، شي حاجه في المستوى. انا باقي ونطلبوا الله، ونطلبوا الله اللي عايديها تدخل عليه بالصحه والسلامه وطول العمر والحمد لله كل شيء ديالنا. كل شيء ديالنا الحمد لله. احنا اللي من العائله، واللي دار شي حاجه كنفرحوا له الحمد لله، والله يسر لكل واحد، والله يسهل على كل واحد اللي ما عندوش شي عاوتاني الله يرزقه. امين. هذاك الشيء اللي كاين. المهم المشاهدين كما كتشوفوا، المهم كما كتشوفوا معنا الهديه الثمينه، اكيد هذا الفيديو هذا عاجيكم ناقص واحد شويه، عرفتوا علاش؟ انتم عارفين باش شكون اللي ناقص معنا، ناقص معنا وصل ما كايناش، صاحبه القناه ناقصه ما كايناش. المهم غنخليكم تكتشفوا معنا، وحتى انتم تدعوا تسلم لها، والله يسهل علينا وعلى جميع المسلمين، ويسهل على اي واحد كيطمح في شي حاجه، ماشي مثلا غير بالطوموبيل، اي حاجه في عقله دار شي حاجه يطمح لها القرايه ديالو هذه، يا ربي يسهل على الجميع. وخليكم تكتشفوا معنا السياره الجميله ديالنا والانيقه على بركه الله. افتح له. ها انتم كما كتشوفوا معنا دابا، شوفوا ما شاء الله، شوفوا معنا الجوينطات كي دايرين، الومنيوم واعرين، بنو باقي جديد. اعطونا الراي ديالكم في اللون، اللون الطوموبيل كحال، كيف جاكم؟ اللون كحال كيمشي مع كل شيء. مشاهدين راه الاكثريه فيكم عارفين الطوموبيل، نوع الطوموبيل، لكن ما عرفهاش هي تيغوان الايرلاين عامره تبارك الله، اللهم بارك. كما كتشوفوا طوموبيل واعره، افتح معكم الكفر. كما كتشوفوا كيطلع اوتوماتيك الراس وكيهبط اوتوماتيك. ها انتم اللهم بارك. هادو عندنا هنايا الماء، هذا واحد الماء اللي هو دوريجين، الباصه ديالو كيجي هنايا لحدا الريزيفوار، باش كديما الطوموبيل كتبقى جديده ما كتعمل لا دخان لا والو، كيجي هنايا، كيجي هنا لحدا الريزيفوار. الكفر ديالي عاوتاني ما شاء الله. ها انتم نحيد لكم هاد الطابي هذايا باش تشوفوا. شوف
تبقى جديده، الحديد جديد تبارك الله. شوف بان لك مزيانه محمد، لك تبان مزيانه. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، تبقى جديده. هنا هنا لتحت عند ها انتم كما تشوفوا رويضه سكر ديالها بقى جديده، الدار عاود لا ميزو كما كتشوفوا ما شاء الله، اللهم بارك. هنا عاوتاني هذه البطونه كتهبط الكفر، شوفوا اللهم بارك. عاوتاني الحديد من داخل كيفاش عامل، شوفوا ما شاء الله فيها الجلد كحال وقهوي، ماشي بحال القهوي بحال لا قهوي قهوه، هنا كاين الجلد قهوي، كاين في القهوي وكاين في الكحل. شوف ما كتشوفوا الجلد ديالها صراحه واعره، حتى الركبه فيها يعني متسعه من داخل، متسعه صراحه واعره، يعني اربعه كيجوا فيها هما هذوك. هنا عندنا واحد الهديه بسيطه كما كتشوفوا، مش عنديوها معنا عاوتاني. هنايا عاوتاني كما كتشوفوا عندها هنا طويلات ها هما، اييه اللي بغى يضرب سكسو ولا الطاجين. وهذه بلاصه عاوتاني هنا الكليمه، هنايا عندها هنا الكليمه كما كتشوف على قبل الناس اللي الركاب اللي كيكونوا لوريتهم كيخدم عندهم الكليمه. بسم الله فتحوا معكم، الله 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 طنطايق جات هنا. بالنسبه للبواط كاينه اوتوماتيك، هانتوما شوفوا الله البواط اوتوماتيك ماشي مانيويل كما كتشوفوا. شوفوا كيفاش كتشوفوا عاوتاني طابلو الطوموبيل، المهم طوموبيل غزاله ما شاء الله كما كتشوفوا. هنا عاوتاني كلشي كيخدم بالضوء عاوتاني، بالنسبه للكراسه القدام بغي تطلعها هبط زيد القدام رجع اللور، المهم كلشي هنا لعب مسائل الجيجان. هذه الكربون، هذه الكربون، هذه كما كتشوفوا السمطان، هذه الكربون، هاد السنتات هنا كيشعلوا بالليل، هادو كيشعلوا كاملين ضوء بالليل. هذه هنا الجلد، المهم ما شاء الله الطوموبيل باقا نقيه، طوموبيل باقا نقية غزالة غزالة، اقسم بالله طوموبيل باقا جديدة. انا كذا عرفوني انا عيني مزيانة كنمشي لحاجة مزيانة، الا ما شفت شي حاجة مزيانة ومليحة والمليح وعمرت لي عيني ودرت بها ماشي ندور بها ندخل لها وندور بالله حتى نشبر طوموبيل عاود ندور بها ونفليها مزيان. راكم عارفين اخوكم علي عنده الخبرة في الحديد، راني 15 سنة كنت كنسوق التراكتور تعلمت صغير اللي ما عرفش هذه القضية، والله العظيم التعلم ديالي تراكتور. من بعد عاوتاني دي زويت، من بعد شرينا مورا دي زويت 205، مورا 205 عاوتاني الجولف، مورا الجولف عاود قوزنا الهونداي، الهونداي السياط، مورا السياط عاود الباسات، تبارك الله قوزنا الحديد ماشي ما كان لا يوتيوب لا والو، قوزنا تبارك الله شحال بالحديد وتعلمنا وكسبنا واحد الخبرة كبيرة تبارك الله. وانتم عارفين يعني اللي ما دورش الانسان اللي ما كانش عنده الخبره في الحديد ضروري خصو يشوف شي واحد معاه اللي عاد يشوف له الطوموبيل. احنا تبارك الله بينا لنا ولا ولاد الاخ ديالي حتى هما معلمين تبارك الله وتعلمنا صغارين كاملين، ندورو بالطوموبيل نشوفوها صافي نعرفوا الطوموبيل واش نقيه ولا لا. وانتم دابا خليكم معنا باش تعرفوا الطوموبيل لمن مشى شكون هاد مولاها، واكيد غيتصدم لان ما في راسو حتى شي حاجه. ولكن قبل ما نمشيو الطوموبيل باش تكونوا عارفين راه غنديها دابا غنبدل لها الزيت الجديده، غنبدل الفلتروس كاملين، الفلترو ديال الريح، الفلترو ديال المازوت، الفلترو ديال الزيت باش اللي يشد يشد جديد. وغنشوف لا السمطه ديالي عاوتاني ديال الموتور، لك السمطه عاود بقى مزيانه خليها لكن لان باش الطوموبيل كطلع على يدو كتمشي الطوموبيل الجديده. نشوف لي عاوتاني الرادياتور الما ديالها عاوتاني الا كان مساخ غنعمل لها الما جديد، المهم باش نديو الطوموبيل الجديده. الطوموبيل ملي كتشريوها خصكم تدورو بها باش كطلع على يداكم. خويا الصحفي كنطلب من المتابعين اياه الحبيب التعاليق، اياه التعاليق كاملين وتوقعوا لنا هذه المفاجأة الكبرى لمني لمن يكتبوا لنا الاسم معلم ديال المفاجأة هذه واللي جاب صح بيربح معنا التيكوان. كما قال لكم محمد المشاهدين هبطوا لنا لتحت الكومونتير خليونا اكبر عدد من التعاليق ديالكم. شوفوا تبارك الله المشاهدين هنا تبارك الله هذا الشتاء فاس الخير الشتاء تبارك الله الشتاء تبارك الله هنا شي جوج الساعات دابا ملي بدات الشتاء هنا فاس ما حبسات الخير الشتاء تبارك الله. كما كتشوفوا حنا جينا لهنا لواحد ستاسيون هنايا عندهم بدلوا الزيت كيليبراج يعني العبار الطوموبيل كلشي ان شاء الله. دابا كما كتشوفوا كنبدلوا الزيت الطوموبيل فينتروس درنا الفينترو ديال المازوط عم بدل الفينترو ديال الريح دابا هو المعلم كيصوبوا وعم بدل الفينترو عاوتاني ديال الزيت المهم عم بدل كلشي باش ندي الطوموبيل مريقله. شريت الحديد وما عرفناش اللي من شريته، قلت اني يلاه بنهبطوا لفاس هنا لفاس شرا طوموبيل ما قدنا لا لم قال الله يا سيدي ندير لهم مفاجاه ما عرفناش حتى من باقي. شوف هذا الشيء هذا كيطلب واحد شويه الصبر الصبر
دابا شوف من هنا الغداء من هنا الغداء عاد عرفوا لمن هذه الهديه هذه وغتفاجئوا حتى مولاها غيتفاجئ. تحيه لخويا عادل الله يسهل عليك الحبيب. ايوا الحديده والله الا تبارك الله ناضي الله العظيم تبارك الله غزاله تيغوان تبارك الله محبوبه الجماعه محبوبه الجماعه راه الحضره كتحمقني انايا والله الا تحمقني تيغوان شوف جديده فولكسواغن الالمان شكون ما يحمقش على الحديد الالمان عامر الطوب طوب العمارة كاتر ميسي ايرلاين جديده الله الا بصحته هذا اللي بيت اللي درت له كاظم هذا ماشي كاظم هذا كاظم هذا كاظم فرقع واثي هذا كاظم هذا زعما حول ما امكن تكون زعما كاظم ليلي ولا بزاف ولكن ما نعرف لا دابا انت عندك طوموبيل هذه غلبتني فيه خلينا نبقى عند الله في كاظم ديت مليون دابا خصك طوموبيل اه لا لا تطمع كبير شلاه انت يا محمد جاوب مسكين اقول النعاس يا محمد جا النعاس دخل هنا لواحد الكرسي لداخل وضرب نعسه صباح كامل ولكن عرفته والتبهديله حنا نعسنا مع الثلاثه بالليل جينا نعسنا مع الثلاثه زعما الدرويش هو نعس حتى لسبعة الصباح انا لا اسمح لي نهز الفاس المشاهدين وتقلب عليا الجو مرض اش من مرض انت انا عسى لسبعة الصباح بلا ما يدوخكم خرج الشتا خرج متابعين ديالنا احلى متابعين هذا النهار هذايا والله العظيم الى فقنا بكري عرفنا ركب طول زعما ماشي فقنا بكري اجمل حتى شي واحد الحاجه جينا الفاس جينا الفجاس معنا الشتا سبحان الله جينا بالبركه ديالنا بعجاجتنا احنا خلينا الشتا تقطر شويه في الفنيه احمد الخفيفه وجبناها معنا الفاس الحمد لله الحمد لله عائله مرزاق جبنا معنا الرزاق والله العظيم هذا النهار اللي قزناه واعر وليت بخفي شويه هاد الشغل وحقا تما بيضنا طاح كاين شطاني قزنا رواد قرب نسكسفنا عليه وكلشي دري بالدله الفيدونج بالدله المسائل ديالها كامل نسكسف عليها باش طلع الناضيه صراحه السياره واعره بزاف هذه المفاجاه ديالكم من العيار الثقيل هو قال لكم باللي مع عائله الازرق مع علي ويصم ما كاين عندنا مفاجآت كما قلت لكم دائما الدقيقه الجائزه والشخص اللي ماشي اللي له الجائزه انا ملي كنقول الهضره ما كنكذبش قلت لكم هو ملي كيقول شي حاجه كيوفي سعدات وزعما هذا اللي بغيت نقول لكم قال لكم كاين مفاجآت راه كاين مفاجآت مور هذه السياره هذه كاين مفاجآت اخر ان شاء الله يا ربي ان عز علي تيكون شر زيدي كبي اتاي دابا المعلم دابا كيريقل دابا المسائل ديالها باش كيعرف يعني على شحال غيتسالى الزيت وكلشي غيكتب لنا داكشي كامل في الورقه باش حتى حنا نكونوا عارفين لكن المعلم ان شاء الله زيد 10000 وي 10000 كيلومتر هذا رور يا وما تبارك الله على سلام بارك الله عليك السي سلام راك معنا في اليوتيوب مع اخوك علي الله يحفظك ابا سلام ها انتما كما كتشوفوا المشاهد الموتور ديالها تبارك الله باقي جديد النقا 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 تبارك الله شوفوا المشاهدين الطوموبيل طالع عاود ها دابا هي في الارض هي طالعه في العماريه والله الا الطوموبيل ركبناها في العماريه شوفوا ما شاء الله الطوموبيل طلعت في العماريه وانا باقي ما طلعت في العماريه دا والله عطينا دو وقت المشاهدين صح عطينا دو وقت المشاهد الفيلار في الدار كنا جيت ديت هذه دابا كاينه انا اللي ندير قدحايه انا شوف هذه هي ماشي ديالي هذه مولاها مولاها باغي نفاجئو نكون عارف شي حاجه صحتو راحتو ما عارفش في راسي شي حاجه ولكن ما فراسي هو اقسم بالله ما فراسو شي حاجه الساعه اللي غايتشوفها غيتصدم يتيقش المفاجاه ما فراسو والو بالحق انا ديال الطريقه اللي بقينا كنحفروا عليه بحال اللي عرفنا بحال لمحتنا وفي نفس الوقت بدلت لنا الموضوع ولكن عاد نعرفوا ان شاء الله شي خويا عادل احسن سياره الله يسخلك امين العزيز ياك بعدا الحديد تبارك الله اللهم بارك الله يسخلك امين يا رب العالمين تبارك الله هذو راه احسن صنايعيه اخويا الله انا مج... انا أحسن انا غادي بها المولاه اخويا عادي غنجيو عنده كيريقل لنا السياره تبارك الله سماش كيقول الله يسمعك اخويا انا بحالي دابا مسخر الله يسخر هو عا كيخلص خدمه واعره نقيه لا خصك هذا الفيديو غادي يضرب المشاهد ويطلع لك بزاف دير لي صوره 100 ريال وكتب محمد شرا التيغوان مسكين شوش هاد القافيه الله يسعدك شي تيغوان ديال الاخريه اصاحبي القافيه مسكين كيقول لك تعالي اخوان قول لهم اسمع عبد العلي شنو قال لي اسمع عبد شنو قال صافي كما كتشوفوا دابا عمروا الطوموبيل الزيت كيردوا لهذيك الطابه ديالها من تحت
ديك اللي كتغلف الموتور من تحت باش ما يقص حتى شي حاجه، يعني حمايه للموتور من تحت، خدمه بالقاعده. الله يجيب تسر المولاها باتن ياوني بالله ياجي اجي المهم كما كتشوفوا المشاهدين احنا وصلنا الحمد لله بخير وعلى خير. كما كتشوفوا معنا احنا دابا هنايا طوموبيل، دابا خصنا مولاها نعيطوا له باش يجي وتشوفوا معنا ردة الفعل ديالو. شنو بان لكم نعيط؟ توقع زعما شي حاجه؟ لا لا محاج. ها محاج، هذه المفاجاه اللي كنا نهضروا لكم عليها، هذه واحده المفاجاه الاولى ولكن باقيين اخرين عمر. هذه واحده بالكوس. حضروا باقي ما نفاجئكم مفاجاه. انا ما كنقول لكم المفاجاه، راه كاين مفاجاه صافي صم عليها بالعشره. المفاجات راه كاينين، الا ما سمعتوش مني ما كاينش المفاجاه، ما كاينش دابا كاين المفاجاه. لا نيش باقي ان شاء الله المفاجاه تطرق كما قال لكم احمد. كما شفتوا معنا فاس تبارك الله خلينا فيها الشتاء، تحياتنا للفواسه الناس فاس كاملين تبارك الله ناس الاطلس، خلينا الشتاء تبارك الله تما الماء كيدي الماء كما شفتوا معنا. عاد بقاو كتسالوا مع راسكم، عاد تقولوا الطوموبيل علاش ما ديتهاش مثلا عندي للدار؟ لان الدار جبرنا الله عاوتاني تبارك الله حبس الشتاء هنا، اللهم بارك الله يزيدنا من خيره. فاش مشينا نهبطوا جبرنا البلاصه كامله مغيصه الغيص، وما خصناش نكرفصوها، والطوموبيل جبناها نقيه مغسوله، ما خصناش نصوروها مكرفصه وانتم عارفين خصنا يجي جبرا كتشعل. فكرنا قلنا علاش ما نحطوهاش هنا ومولاها يجي لهنايا ما غيفهم حتى شي حاجه. المهم خليكم معنا.